في البرازيل مقادير جديدة تدخل وصفة الهامبرجر. تقرير أرسلة دكاش. التطور بعده مكفى ويبدو أنه عم بيخترق حواجز هائلة ما كان الإنسان يفكر للحظة أنه معقول يتخطاها، فللحد من كمية النفايات والتخفيف من تكلفة إعادة التدوير حفاظاً على البيئة، ابتكر أحد المطاعم بالبرازيل غلاف لساندويتش الهامبرجر مثل يلي تعودنا عليه، ولكن الفرق أنه قابل للأكل، يعني بدل ما ننزعج من الورقة نحن وعم ناكل منمضغة مع البرجر. هالورقة بيضاء اللون، مصنوعة من مواد عضوية ما إلى أي طعمة وما عندها أي تأثيرات جانبية على عملية الهضم، وأكد المطعم أنه هالابتكار نال إعجاب الزبائن وحقق هدفه عن طريق التوصل لعدم ترك أي شيء من مخلفات الهامبرجر المعتادة. صحيح أنه ناس ترددوا شوي بالبداية وما استوعبوا إمكانية أكلهم لورقة مع طعامهم، إلا أنه سرعان ما تجرؤوا أنهم يخوضوا التجربة الغريبة. وبما أنه دولة البرازيل هي أكبر الدول مساحة وأكثر سكاناً بأمريكا الجنوبية، يتوقع أنه إذا انتشرت هالطريقة بعدة أماكن رح تنجح فعلاً بالحد من كمية النفايات الناتجة عن الوجبات السريعة.